هل الشخص النرجسي أو النرجسية سبب فيها الأهالي؟ جزء من الموضوع الاهالي طبعا، وجزء من الموضوع تكوين الشخصيه. ما انا بكون شخصيتي بجزء الاول في التربيه اللي انا اتربيتها، وبعدين العلاقات والخبرات السابقه. خبراتي السابقه دي من اول المدرسه، من اول صحابي، من خبراتي في الحياه، هو ده اللي بيكون شخصيتي. فده اللي بيكون عندي معتقداتي عن نفسي، يعني صورتي الذاتيه. فدائما وابدا اي اضطراب شخصيه وراه صوره ذاتيه مهزوزه فيها تشوه، يعني انا مصدق في نفسي حاجه مش حقيقيه. طيب ده بيحصل ازاي وليه؟ يعني شخص بيبقى عادي وفجأة يبقى خالص، هو شخص من صغره بيتزق، موضوع تدريجي. الراجل بينجح شوية، الناس اللي حواليه بتميزه شوية. هو مثلا ولد في وسط اخواته البنات، فبدأوا في البيت يميزوه جدا، يميزوه في البيت وطول الوقت بيمجدوا فيه وبيعظموا فيه. شاطر زيادة في المدرسة، او ان هو مثلا محبوب شوية، فيبتدي هو الموضوع عنده يكبر. ما هو لازم يكون عنده تالنت ما تحسسه ان هو يعني راجل شكله فعلا شكله كويس، شكله مقبول، او هو طبعا برضه مقبول بالنسبة اللي حواليه، يعني بالنسبة لأهله هو حاجة حلوة. فبالتالي بدأ يمجدوا فيه جدا، وبدأ ما يبقاش فيه عقاب خالص، وبدأ طول الوقت ان احنا ندلع زياده. فبعد شويه بدأ يعتقد ان هو حاجه ما حصلتش طبعا.